كان عندي 12 سنة في الخدمة ذي كارير، عندي 12 سنة خدمة، 12 سنة في خدمة برباش، ملي كانت تخدم الكردونة برك. البرباش حوالي 800 في حي الضامن، ما هي 70 برك ضامن المنخرطين، قال شي 30% قاعدة عايشة من الشياط. موجودة برش، خاصة العام اللي فات وزاد كثرت أكثر. معناها ما كانوا مثلا 800 زادوا 400 1200 قال شي. شبيكي كل ناس تلقى فيه اثنين ثلاثة على الكتاف وعلى برويته، ثم اللي يسحق البوسيت تاعك الصغير هذيك. الناس كل تخادم أنثى وذكر وبدري صغار. الوحدة ذي متاع راسك ذي يشتري حيد بابز، بابز تجيب البرباش هذيك تلمها وتجيبها تدخل تترسك تترحى وبعد تمشي تتبيع. ما نافع البرباش كله باختصار.